اكليتا 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 يا اخوان مفيش نو اكليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية اكليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن إكليتا مرة إكليتا 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 عم فيها ما شايفني لكن ما تضل حارقني إكليتا 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 يا أخوان دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني اكليتا يا اكليتا 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 يا بيت هي انا كلامك ده ما فهمت منه اي حاجه يا امي اكليتا ترشح لي راس النادي كذي جلي جلي وحمد الحي لا يا امي عارف اكيد ده لو ترشح لراس فاز احنا بيتنا هيتخرب كيفين هذا الكلام ده انا حوريك كيفين بابك لما كان رئيس النادي باعته وباع مزرعته وثلاثه عربات كر الشر برا وبعيد صبر لما كان رئيس النادي باع بيته ورهن بيت اخواته واستلف من البنك وبعد ده كله دخل السجن يا امي يا بنتي ما لك دار تخوفيني يا ربي تسقطه والله اللي جيتك يا رئيس تكتيك زي تكتيك طبعا شفت اللعب ده كيف يا كيمو انا اي حاجه بلعبها بتكتيك كله بتكتيك عرفتها زي الواد الفرحان اكليتا ده تسلم النادي الايام دي اليومين ديل زمن التسجيلات وقت السخانه عرفتها كيف عشان يدفع ويشتري لك اللعيبه اللي انت دايرهم وبعد ذاك شنو تستلم منه النادي بارد عرفت كيف هو اسم صدق انه فاز بجد لا بصدق صدق انا نادي ما لعبتها صح كمان يا كيمو انا لعبتها صح نحن اللعب اللي دايرات بتاعت الاندية ده ما حقنا لعبتنا نحن عرفتها لكن يا كيمو انا بس في حاجة ما عايز ازالك منها بس ما مدرك اللي هي الولد ده عنده قروش كفاية يعني قروش ممكن تغطي لنا التسجيلات كلها والله يعني عنده حاجات كده لكن عنده قطعة واطة وبيت لكن عنده ورثة في البلد لسه ما اتحسمت دي لا بنحسمها له بنحسمها له بارك لك شنو يا اخي دي مصيبة شايلوك ليها بارك لك انا دارك تبقى ضرع اليمين يا زول يا ضرعك اليمين لا ضرعك شوف اسمعني كويس ها شفت مصاريف النادي دي كثيره جدا واللعيبه دي تصرفهم كثير والله شفت بيتك ده يبيعوك له كويس بيتك ده يبيعوا له اقول لك حاجه من بكره دي التسجيلات هتبتدي لا انا ما شفت كده انا راقد لي فوق راي شنو يا زول راي شنو شوف اسمع كلامنا ما بينفع والله انت اصلا ما حتمشي قدامك كل راقد لك في راي ولا راقد اسمعني كويس انت كلامنا بتقدر وبعدين النادي كنا ما بيجيب كاسات الانديه دي كلها هي الكاسات والنادي كنا ما بيجيب الحبه ساكت التعب يا ناسا ما حساعدني كله يا زول اللي شفتها لا شمال لا تقول لي لا ضرعك اليمين لا ضرعك الشمال واوعى تجيني في الدكان تقول لي افتح لي حساب كيس شعيري انا بدك لي دسيت ورق البيت كويس يا امي الجن الاحمر ما يعرف مكانه تمام يلا دار لي جنزير اربط بيه ومط الغاز بسم الله ليش نو عشان ما يمشي اللي يبيعها يمشي على شبال لعيبه ايوارس دي لستة باسماء اللعيبه اللي انا دايره اولاد ممتازين لاعبين جدا كويس هتقوم تخش تبارك له جوا وتديه الليسته دي تمام برضو حاول شنو حاول ابقى دراعه اليمين كده خليه يثق فيك ها طيب يا ريس انت بالمره ما هتمشي معاي وتبارك لهم ما تروح الرياضيه وكده لا 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 انا دايره يصدق انه انا زعلان من نتيجه الانتخابات عرفتها عشان شنو عشان نخش في اللعبة كويس حاضر يا ريس تفضل يا سيدي لا حول ولا قوة إلا بالله بلغت يا كليتا
بعتهم كلهم؟ دي كلها قروش؟ قلت لي يا دار تبقى طبعي اليمين؟ ده شرف لي كبير يا رئيس، وجهزت لك اللعيبة اللي حيجيبوا لي الكاس، الكاس حقنا 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 ضامنينه. تمام أي. لكن بس أنا عندي غايمة. عندك غايمة؟ أيوة. كدوري اللي أشوفه جدا. يا سلام يا أخي لؤي. 4 سنة. اي عصام. اي موهب. ايوه. وعلي. نعم. ديل يا رئيس ما في الروضة. بس في الروضة ديل ذاتهم المطلوبين. ديل عشان من صغار كده لما يكبوا كبار كده يكونوا تمام 100%. ده المطلوب. اللعيبة من هون صغار يتدربوا. مش يجيبوا لي كبار طوالي ما فاهمين بعض. بعدين النادي ذاته حنعمله روضة. ويا زول بيجيب سندوتشي ومعاو يعني ما مكلفين لنا اي حاجه. ده من حاجه يا ريس. ايوه ده منك حاجه. اي عايزك تشوف لي نادي محترم كده اشتري الغفير بتاع النادي ده لانه بيجي علينا عاله. الغفير زاده. ايوه يا اخوان ما فيش نو دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنيه عكليتا الحقيقة سمحة إلا إن عكليتا مرة عكليتا عم فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني عكليتا يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عجبكم خلوني